السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم متابعي قناة فيوتشر كوين؟ عملة الأبتوس اللي عملت بالأمس أداء كبير جدا جدا، وارتفعت العملة بتقريبا نسبة 50%. راح أتكلم عن سبب ارتفاع العملة وشو أهداف العملة ومنين مناطق التصحيح الخاصة بهاي العملة، عملة أبتوس. قبل ما أبلش فيديو أصدقائي، بتمنى تضغط زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات المشفرة. لا تنسى تنضم لقناتنا على تليجرام، الرابط راح يكون موجود أسفل الفيديو، والرابط موجود كمان في بانر القناة. خليكم معنا أصدقائي لبعد الأنترو. طبعا أصدقائي، بالأمس الساعة 1 ظهرا نزلت رسالة مهمة على القناة، كان سعر البيتكوين تقريبا 20900. قلت لهم بهذه الرسالة انهارت منصة جينيسيس أو شركة جينيسيس، انهارت ونزل بيتكوين تقريبا 100 دولار فقط، وعدد صفقات الشورت كبير جدا. هذا الشيء ممكن يؤدي الى عمل بامب كبير لسوق العملات المشفرة، وهذا الشيء نسبة لتصفية صفقات الشورت. قلت له ادخلوا بصفقات لونج مع ستوب لوز، وخلوا معكم يو اس دي تي كرصاصة رحمة عندما يصل البيتكوين الى القاع. طبعا دخلنا صفقات لونج، كان على قناة الفي اي بي او في القناة العامة، في بعض اشخاص صوروا لي ارباحهم، وانا نفسي دخلت بالمحفظة الاستثمارية الخاصة بالاعضاء، دخلنا وبلشنا نحقق ارباح مرضية جدا. بالامس دخلت بالبيتكوين بسعر 22600 125 اكس، دخلت ب 180 دولار 125 اكس الى سعر 23250، كنت عامل ربح تقريبا 611 دولار. طبعا حجم اليو اس دي تي ال 180 دولار 125 اكس تحولت الى 22500، يعني كاني عم بتداول بقطعه بيتكوين كامله. حققنا مرابح بالامس هائله جدا، وطبعا توقعنا نحقق ارباح مرضيه عن طريق عمله الابتوس. بالامس نزلت لهم رساله ان لهم شباب ممكن ندخل صفقه شورت عند عملة الابتوس بسعر 10 دولار، اللي هي قمة تاريخية للعملة، لكن انتظروا رسالة مني عند انعكاس السعر. وللأسف ما صار انعكاس بالسعر، دخلنا بسعر 11.5 وخرجنا بسعر 11 دولار. مرابح كانت قليلة جدا، تقريبا 50 إلى 60%، وبعدها بعد ما تم الإقفال على فريم اليوم شفنا ارتفاع كبير بالعملة. شو سبب الارتفاع العملة؟ أولا أصدقائي، عندي إغلاق أعلى القمة التاريخية للعملة اللي هي عند منطقة 10 دولار. الإغلاق اليومي كان إغلاق إيجابي جدا، وبهذا الشيء سبب إلى ارتفاع زايد بنسبة 25%. طبعا شو هدفي للعملة حاليا؟ أي تصحيح للعملة أسفل الفيبوناتشي 1.27، أي تصحيح لهاي المناطق، يعني تقريبا سيصير انخفاض إلى منطقة 12.15، راح نشوف بدأ مرحلة التصحيح بالعملة. وهدفي الأول راح يكون منطقة 10.25، والهدف الثاني راح يكون منطقة 78. لكن أي إغلاق أعلى الفيبوناتشي 1.27 راح نشوف ارتفاع تاني للعملة، وراح نلامس منطقة 14.5. بقدر بدخل صفقات شورت يا إما عند منطقة 14.5، يا إما إذا بيتم إقفال شمعة اليوم أسفل 12.15 سنت، بدخل بصفقة شورت مع ستوب لوز إقفال شمعة أعلى ال 12. وطبعا سبب الارتفاع الثاني للعملة هو ترقية في العقود القائمة على الحوكمة لعملة أبتوس، يعني كان في عندي ترقية لشبكة الأبتوس، وطبعا هذا الشيء أدى إلى زيادة الفومو على العملة. حاليا عم نشوف انخفاض بالعملة، ارتداد من منطقة 13.5 إلى منطقة 12.60. حاليا عندي انخفاض، إذا تم الانخفاض مستمر إلى حين إقفال شمعة أعلى الـ 12.15، فأنا بهاي الطريقة راح أدخل صفقات شورت، وهدفي راح يكون 10 دولار. أصدقائي، نكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، تضغط اللايك حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.